دنيا بتمع بلوك العروس تشيل مواقع التواصل. إليكم التفاصيل. كعادتها دنيا بتمع تشيل المواقع بآخر إطلالتها، وهذه المرة اختارت أن تطل على جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام بلوكي العروس، حيث ارتدت تكشيطة مغربية مع أكسسوارات تقليدية جميلة، واختارت هذه المرة أن تكون التكشيطة في اللون الوردي مع أكسسوارات خضراء. وبدت دنيا بتمة في جلسة التصوير جد جميلة وأنيقة، مع مكياج جميل يناسب طلتها وتاج فوق الرأس.